إخواني معالي الوزراء، تطرقوا إلى موضوعين مهمين: الاقتصاد المتنوع والمستدام، وكذلك إلى المشاريع التنموية التي أطورت الإنجاز أو من أنجز. هناك أمور هامة ترتكز عليها كل طموحاتنا ككويتيين، أهمها اللي هي الإدارة الحكومية الفاعلة، هي أحد ركائز خطة التنمية، وبدونها وبدون ما نهتم بها لن نستطيع أن نحقق كل الركائز الأخرى، لا نستطيع أن نحقق بيئة معيشية فاضلة أو بيئة صحية أو بنية تحتية أو حتى نحقق المشاريع الموجودة في خطة التنمية. بدون إدارة حكومية فاعلة لن نستطيع، وإن شاء الله بإدارة كويتية فاعلة نستطيع أن نقوم بذلك. الإدارة الحكومية الفاعلة أول أولوياتها هي مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. هناك مشروع لهيئة مكافحة الفساد نزاهة لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد. هذه الاستراتيجية ستساعد في تحسين دولة الكويت لمؤشر مدركات الفساد، لأن تكون عندها استراتيجية واضحة، لديها كثير من الآليات التي ستستخدمها لمكافحة الفساد. كذلك تحمس وتعطي ثقة للمستثمر الأجنبي في العمل في دولة الكويت، لأن هناك استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد وآليات واضحة تتبعها الدولة لمكافحة الفساد. إن شاء الله هذه الاستراتيجية ستنتهي في نهاية 2018، بدأت في 2017، بانتهائها إن شاء الله ستكون خارطة الطريق واضحة لتطبيق تلك الآليات، ونبتدئ أول مراحل النهضة في الإدارة الحكومية الفاعلة.